اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش سكالوب بالسماق. المكونات: سكالوب بقري، دقيق، شطه، بودره خردل، بقسماط، سماق، وبيض مضروب. وطبعا نستعمل شويه زيت للقلي. اول حاجه نطلع السكالوب بس كده، ننزل كل السوائل اللي فيه. بعد كده نجيب كيس زي كيس سندوتشات او كيس التلاجة، نحط فيه شوية دقيق، شوية ملح، شوية شطة، بودرة الخردل، نقلبهم كده مع بعض شوية. بعد كده نحط سكالوب في الكيس، نلفه كده يبقى فيه شوية هواء ونلفه. بعد كده نخلط البقسماط بالسماق، بعد كده بس نسيبه شوية، نزل شوية زيت. جهز الساندوتش. يدهن هنا كده بمايونيز،
فوق شويه كاتشب. ورق خس. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش اسكالوب بالسماق، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا. النهارده هنعمل سموذي الشوكولاته. المكونات موز، بودره كاكاو، لبن، لوز، وشويه خوخ متقطعين ومتقشرين. نجيب الخلاط، نحط الخوخ، لبن، موز، واللوز، معلقة يعني ونص كده صغيرين كاكاو، نقفل ونخلط. كده السموذي بتاعنا جاهز، سموذي شوكولاته باللوز، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.